السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. عفوا، فمرحبا بكم معنا. النهاردة نكمل فيديوهات توقعات بفنجان القهوة للأبراج. النهاردة عندنا الأبراج الهوائية، إن شاء الله هنشوف ضمرة بالترو كخلاصة أو كنبذة كده على ما يحدث لكم، ونكملها بفنجان القهوة. نبدأ على بركة الله. الأبراج الهوائية طاقتها في الماضي، الحاضر والمستقبل. سبحان الله، الطاقة الهوائية، وأول برج يخرج برج الدلو. أنتم غالبا دلوقتي والله يا أصحاب برج الدلو أو الأبراج الهوائية، أنتم في طاقة غضب، في طاقة رغبة شديدة على أنكم تتغلبوا على حاجة أنتم مش راضيين عليها دلوقتي. في حاجة يعني الحاجة اللي تميز أصحاب الأبراج الهوائية سواء برج الدلو أو برج آخر، فأنتم يعني برج أو برج الميزان أو الجوزاء، الحاجة اللي تميزكم التحدي. مهما كانت الوضعية اللي كنتم فيها أو اللي انتم فيها، فما تقبلوش التحدي، ما تحبوش حد يتحداكم. بالعكس، لو يتحداكم حد بالخسارة تتحدوه. عندكم طاقة غضب على انكم تغيروا الواقع ده اللي انتم مش راضين عنه. في طاقة زي ما نقول احنا زي ما لو كنتم في سباق، مش عاوزين تسيبوا الحاجة دي اللي مزعلاكم تروح كده، سواء من الناحية العاطفية، سواء من الشغل، سواء من حاجة ما جاتش ليكم، او حتى في ابسط حاجة في حياتكم. أنتم بتحبوا الحياة بتاعكم تكونوها بحاجات مش موجودة في واقع الناس الآخرين أو الأبراج الآخرين. لا، عندكم عالمكم الخاص بيكم، عالم لما تفرحوا تظهروه للناس، لكن لما تغضبوا وتزعلوا بالعكس تقوقعوا على نفسكم، عشان زي ما نقول إحنا يا ويل اللي يمر عليكم في وقت الزعل. أحد الأدمينات هيعلق على الكلام ده، عارفة؟ لما تزعلوا تقوقعوا على نفسكم، تدخلوا في قوقعة ما تسيبوش حد، ما تسيبوش حد يعرف إيه اللي مزعلكم أو إيه الحاجة اللي مضيقاكم كده أو حزناء قلبكم. لا، بالعكس، تظهرون ما ليس هو ما ليس هو واضح لعيان الناس. يعني كل الألم بتاعكم بتكون بالداخل، لكن برة تحطوا زي ما لو كان قناع كأنكم كويسين فرحانين، لكن بالداخل لو يعلموا قلبكم مدود. كل احترامات، الدود كده بولد بيض ومحضن عليه ويستنى امتى يفقس كده. بكل احتراماتي يعني، وعاوزة اضحككم شوية، لكن الأبراج الهوائية الأيام دي يعني شوية متوترة. إن شاء الله يكون خير فيما ستقوله الكروت والفنجان. تمام. الصف الأول، يا سبحان الله، الأوراق بتحكي نفسها قصة حصلت. البعض منكم متزوجين، حصل طلاق أو انفصال، وهما بيستنوا في خبر يجي لهم لرجوع الإنسان ده. غالبا البعض منكم
يا إما عاوزين تسافروا عشان تعملوا عملية جراحية، يا إما أنتم دلوقتي بتمروا مرحلة تشافي من حاجة، يا إما مرض بدني، يا إما مرض روحاني، سحر، تابع، عين، حاجات زي كده. أنتم دلوقتي البعض منكم يراقب أو في حالة مراقبة لإنسان فيه نزاع ما بينكم وبينه، أو فيه خلاف ما بينكم وبينه. البعض الآخر، الإنسان ده هو وهي شريكة حياتك، زميلة في الشغل، زميل في الشغل، صديق، صديقة، أو أحد من الأقارب. في هنا حالة انتظار لحاجة، لربما إرث حد من العيلة توفي، وأنتم دلوقتي مستنين الإرث ده وعاوزين الفلوس دي تدخل حياتكم عشان يعني تغيروا مسار الحياة اللي انتم فيها دلوقتي، اللي شوية فيها بعض العقبات في طريقكم. شايفين الناس اللي قلت لهم هنا انتم بتستنوا رجوع حد؟ بعد نقطتين او 3 نقاط الانسان ده هيرجع، لكن انتوا اللي مش هترضى تطردوا بيه. شايفين الغل اللي انتم فيه دلوقتي، والاشتياق والحب اللي انتم فيه دلوقتي، وقت ما يرجع الشخص ده انتم اللي مش هترضوا بيه، لانه عدم الرضا بقبول رجوع الشخص ده هو زي ما نقول احنا عقاب من عند ربنا للشخص ده، عشان يهينه ويذله، مش لانكم انتم ما بتحبوهوش. انتم هتعرفوا قيمة نفسكم بعد ما تتشافون من الأذية دي اللي أذاكم بها الشخص ده أو الإنسانة دي. غالبا في عروض عمل للبعض منكم، عروض العمل دي هتيجي من هيئة حكومية للبعض، والبعض الآخر هتجيله عن طريق صفحة على النت، فيسبوك، الانستجرام، تويتر، حاجة زي كده. هتلقوا إعلان هتترشحوا فيه وهتقبلونا فيه، وخاصة في شركات ملتي ناسيونال، يعني متعددة الجنسيات إن شاء الله. البعض منكم من أصحاب الأبراج الهوائية عفوا هيكون فيه خبر يفرحكم جدا، وخاصة للأمهات الحمل، هيكون فيه حمل للبعض منكم. وغالبا زي ما نشوف هنا الكرت الأخير، أنتم دلوقتي في مسار من الهموم، من الهم والغم، إلى الانفراجة إن شاء الله، وخاصة من الناحية المادية والعملية هيكون فيه تغيير إن شاء الله لصالحكم، من الناحية المادية وناحية العمل. في ناس انتظروا تغيير وضعية لمدة طويلة جدا، ولربما كان عندكم نزاع في المحكمة أو ما بين الأهل فيما يخص إرث ميراث. إن شاء الله بعد نقطتين هيجي لكم هتيجي النتيجة لصالحكم إن شاء الله، ويخرج القرار في المحكمة على كل إنه كل واحد ياخد حقه، وغالبا أنتم هتاخدوا حقكم وزيادة إن شاء الله. سبحان الله، يعني أخلطت الكروت. البعض منكم عاوزة ترسم علاقتها، أو هي في علاقة، أو أنت في علاقة مع امرأة متزوجة، أو أنت في علاقة مع رجل متزوج، وعاوزة الإنسان ده يا إما يسيب مراته يا إما يرسم علاقته معك. للأسف يعني الأيام المقبلة هيكون فيه بعض النزاعات على أمر هو هيقولك عليه، لكن أنت مش هتكوني قبلها العرض ده. قلت لكم سبحان الله، بتكلم والكروت بتخرج لوحدها. اهو عرض، انت مطقطقه الراس عليه، يعني امامه مش عاوزاه. انت عاوزه العرض اللي انت بشروطك انت،
او انت عاوز الشرط ده يكون بشروطك انت مش بشروط الطرف التاني. البعض منكم هيكون فيه نزاعات فيما يخص حاجة تخص المادة، يا اما حق في ارض او حق في سكن اجتماعي او حق في ميراث. هيكون الناس يعني الاطراف الاخرى هتكون تريد ان تعطيك حاجة انت مش عاوزها او انت مش عاوزاها، لكن انتم هتفرضوا نفسكم يعني تشترطوا القيمة اللي انتم بتستحقوها مش الفتات اللي عاوزين يدهولكم. غالبا بعض الستات هنا سيؤكلوا حقهم في الميراث. الابراج الهوائية، سيبكم شوية من الماضي، انتم تعيشون حاضركم وعاوزين تعيشوا مستقبلكم بتكركر الماضي معاكم. الماضي فل وراح، يعني خلص وراح، ما تقعدوش كده. يعني هي كويس ان الانسان يمشي حسب الدروس اللي اتعلمها في حياته. سبحان الله وانا بتكلم والاوراق بتحكي. عفوا، مش كويس ان الانسان يمشي، عفوا، هي كويس ان الانسان يمشي بالدروس اللي اتعلمها في الماضي، لكن ما تعيشوش الدروس دي مع كل إنسان يعني يكون معاكم في حياتكم. لا، مش كل الناس زي بعضيها، مش كل الناس بتفكر بنفس الطريقة، مش كل الناس تتعامل بنفس الطريقة أو تعامل بنفس الطريقة. حاولوا تعرفوا إمتى تستعملوا الدروس دي اللي تعلمتوها في الماضي وإمتى ما تستعملوهاش، لأن غالبا الأبراج الهوائية دي هي مشكلتها إنها لما تتأذي ما تنساش أبدا الأذية دي، فتقعد دايما يعني حريصة على انها ما تتعاملش مع الناس بنفس يعني ما تتعاملش مع الناس وما تصدقش وما تعملش ثقة. دي هي مشكلة اصحاب يعني الابراج الهوائية. غالبا يعني مستقبلا ان شاء الله هتنفرج عليكم في جميع الميادين في امنية طلبتموها من عند ربنا او في حاجة عملتوها ربنا هيجزيكم خيرا بيها. فالعشر بنتكيلات هنا بتؤكد انه فيه ان شاء الله انفراجات مادية، فيه سفر، وفيه كمان تغلب على مشاكل موجودة في حياتكم. تمام، نشوف نصيحة الكروت لأصحاب الأبراج الهوائية بتقول لكم ايه. نغير الكروت. نصيحة الكروت للأبراج الهوائية، ماذا تقول لكم الكروت؟ تقدروا تختاروا كارت من الكروت عشان تشوفوا ربما النصيحة اللي مركزة عليكم انتوا. تمام، سبحان الله، نفس الكلام اللي قلناه في الكروت. شوفوا كده، الإنسان ده من ناحية والست دي من ناحية تانية، وفيه الواد ده هنا. غالبا أنتم ما بينكم وبين أحلامكم أو ما بينكم ما بين الهدف بتاعكم اللي عاوزينه عراقيل وصعوبات. يعني عندكم الجرأة على انكم ما تفشلوش او تفقدوا الامل، لكن هنا عشان توصلوا للهدف بتاعكم الكروت الاخرى بتساعدكم تقول لكم ايه. تعلموا من دروسكم، لان الدروس دي اللي اتأذيتوا بيها في الماضي هي مكسب ليكم. لأن غالبا البعض منكم لا زال يمشي في حياته وهو فاقد الأمل أو ما عندوش ثقة في نفسه على أنه يقدر يغير الوضعية اللي هو فيها دلوقتي. في أمل جاي، في حاجات كويسة جاية لكم إن شاء الله، فحاولوا تاخدوا العبر زي ما نشوف الطفل ده يتعلم المدرس ده إزاي يستعمل الحاجات اللي هم هنا.
حاولوا تتعلموا يعني من دروس الماضي ما هو مفيد لكم، وليس ما هو يديلكم طاقة سلبية ويغير نظرتكم أو يخليكم إن ما عندكمش ثقة في نفسكم أو ما عندكمش أمل في المستقبل. لا، استعملوها لصالحكم بطاقة إيجابية وليست بطاقة سلبية. فمثلا إذا كانت علاقتكم فاشلة في الماضي، ده مش معناه ان كل انسان هيدخل حياتكم حاضرا او مستقبلا انسان مش كويس. لا، انتم ميزوا او ركزوا على ما حصل في الماضي في العلاقة الاخيرة او في العلاقات الفاشلة اللي عملتوها اللي دخلتوا فيها، وشوفوا ايه الحاجات اللي ما كانش لازم تعملوها وعملتوها وما تعملوهاش مع الانسان الجديد ده او الانسانة الجديدة دي. مع الوقت إذا شفتوا الإنسان ده كويس ويستاهل يعني إنكم تقفوا معاه، بس بطريقة مش سخية جدا ومش قابضين إيدكم عنه جدا. لا، عينكم هي ميزانكم، خدوا الحيطة والحذر ولكن بطاقة إيجابية وليس بطاقة سلبية تعود عليكم بالسلب وتعود على علاقاتكم بالسلب، سواء مع حبيب، مع صديق، مع أحد أفراد العيلة، أو حتى مع نفسكم أنتم بحد ذاتكم. إن شاء الله. نيجي دلوقتي للفنجان بتاعكم أهو، لو نعمل كده أهو حرف الميم في الفنجان. دايما بنسى نجيب الحاجة اللي بنعتلكم بيها. يلا نشوف الفنجان بتاعكم اهو. غالبا العلامات اللي في الفنجان صغيرة جدا، فالبعض منها مش هظهرها لكم لانها ما تظهرش يعني حتى لو اقرب كده. اوكي. فيه رجل عيناه جاحظتين، عنده سواد تحت عينه، عنده لحية وشنب. شوفوا كده اهو، العينين الجاحظتين، الانف، الشنب، واللحية اهو، الوش يعني مش قبيح جدا بس شوية يعني يعني بيلبس نظارات اهي. النظارة شايفين النظارة هنا اهي، وهنا استنوا اهي، شوفوا هنا الخاء، النقطة، والباء، والتاء، ثلاث نقط خبث. يعني الانسان ده خدوا بالكم منه، وانسان خبيث. سبحان الله، خرج فنجانكم زي تقريبا فنجان الأبراج النارية. شوفوا كده هنا أهو، حرف السين بالمقلوب أهو، سين وبعدين أهو سين والحاء والراء بالمقلوب. يعني كلمة سحر مكتوبة بالمقلوب، ده معناه انه فيه سحر يهودي عمل للبعض منكم مش كلكم. فيه كمان صورة اسد هنا اهي، اوش الاسد اهي، العينين بتوعه، واهو بقه، واهو انفه مثلث اهو، زي ما لو كان ذئب بقه من هنا أبيض ونص الرأس من هناك أسود أهو، الرأس بأكمله. وزي ما لو كان كمان يعني كده يحسن أحسن. شايفين الوش اللي هنا أهو،
غالبا السحر ده قوي جدا للبعض منكم، مش كلكم، دي طاقة عامة. فمن ده فضلكم خدوا الحاجة اللي تناسبكم واتركوا الحاجة الأخرى للناس الآخرين. في ايه كمان؟ البعض منكم مصاب بجن عاشق، شوفوا هنا، شوفوا زي ما لو كان ده وش إنسان، أهو هنا زي ما لو كان وش إنسان، أهي العين أو الأنف، وهنا زي ما لو كان حاجة يعني إنسان متخفي، أهو فارد دراعيه من هنا ومن هنا وعامل قبعة البرنوس على رأسه، ووش الإنسان ده في بطنه. البعض منكم عندكم جن عاشق هو اللي حاميكم من حاجات كتيرة. أعتذر من صوت الجيران، أنتم متعودين. أهو شوفوا كده، السين والجيم نقطة والدال سجد، أهل ألف سجد لربه. في حد يا إما أنتم بتعرفوه يا إما كنتم بتعرفوه، زوج، حاجة زي كده. الإنسان ده يا إما متوفي يا إما غائب عنكم أو سابكم وراح. والإنسان ده غالبا إنسان بخيل جدا، إنسان بخيل جدا، زي يعني عنوان مسلسل معروف، خرج ولم يعد. إنسان بخيل، ولا ساب لكم فلس ولا ساب لكم حاجة تعيشوا بيها. غالبا أحد الإخوة أو الأخوات معاق حركيا، أو أحد الأبناء اللي عندكم معاق حركيا. أهو لما نشوف كده، أهو جسم إنسان، رأسه دراع من هنا ودراع من هنا، زي ما لو كان يساعد الإنسان ده اللي نايم في الأرض، أو رأسه الدراع من هنا وماسك دراعه وعاوز يساعده على انه يعني ينهض. حد معاق حركيا. البعض منكم اصحاب الابراج الهوائيه عندكم زي ما قلت في الكروت خبر الحمل، ان شاء الله الحمل يعني هتحمله ان شاء الله. شوفوا البنت الصغيره دي اهي، او راسها او صدرها او الفستان بتاعها ورجليها، يعني زي ما لو كانت جايبة معاها وردة، اهي الوردة او الغصن بتاع الوردة، قصادها هنا زي ما لو كان ديك كده او غزال صغير، اهو القرن بتاعه، ويعني بقه وانفه، الاذن، الرقبة، البطن، والديل بتاعه الصغير قدام الطفلة الصغيرة دي اللي ماسكة الوردة هنا. في خبر حمل للبعض منكم كان بيستنى الحمل ده بفارغ الصبر، وربنا هيديلكم الحمل ده. البعض منكم من الناس اللي هتحمل، من الستات اللي هتحمل، هتجيب يا اما توأم يا اما ثلاثة مع بعض كرزق من عند ربنا. في كلمة حج، ربما البعض منكم مبشر انه هيروح يحج ان شاء الله. في اسم محمد، استغفر الله، مايا، اهي مش عارفه ازاي تقدر تقرأها كده ولا لا، اهي الميم والياء والالف نقطتين بتاع الياء اهي. في ايه كمان؟ في حرف الالف او الاء بالانجليزي اهو،
أعتذر على الانقطاع. شوفوا هنا كمان فيه كلمة اسم حيدر أو الحاء الياء نقطتين الدال والراء حيدر. في حرف النون، حرف الحاء، حرف الجيم. في كلمة خروج كذلك أي خاء نقطة راء الواو والجيم أهو خروج. ربما فيه البعض منكم عنده حد في السجن حيخرج، أو إن شاء الله حتخرجوا من مرحلة مش كويسة لمرحلة كويسة زي ما شفناها في الكروت. في اسم حسن، غالبا البعض منكم عندكم مشاكل مع الأهل، مش حد غريب، يا إما الأم بتفضل عليكم الإخوة، يا إما الأب بيفضل عليكم الإخوة الآخرين. شوفوا من هنا الست الجميلة دي بفستانها الجميل أو رأسها أو يعني صدرها والخصر بتاعها هنا زي ما لو كانت ترقص، أهو الدرع بتاعها من هنا ودرع من هنا. شوفوا الفستان الجميل وهي بتمشي على الطريق دي الجميلة وخارجة من الفنجان، أهي أهو رأسها، هي حنطية أو سمراء البشرة، شايفين زي ما لو كانت لابسة فستان فرح، أو رأسها وعاملة طرحة بيضة فوق رأسها وبترقص كده، أو الفستان بتاعها الجميل زي فستان الفرح كده خارج من الفنجان، شايفين أهو عندكم فرحة تدمي عليها العين إن شاء الله، ربنا هيفرحكم وينولكم الفرحة بتاعتكم. في ترسيم علاقات إن شاء الله بعد ثلاث نقاط، غالبا نهاية السنة هيكون في ترسيم لعلاقات. البعض منكم هيسافر لمدينة، اهو شايفين البيوت اللي هنا، اهو بيت حدا، بيت حدا، عمارة 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 عمارة. اذا كنتم هتعزلوا لمدينة اخرى او مستنين سكن اجتماعي عندكم ان شاء الله السكن ده، اعتذر والله الجيران دول هيجننوني زي ما لو كانوا ساكنين في الشارع. البعض منكم مصاب بعين، العين دي تحولت لحسد من طرف إنسانة بيضاء البشرة، يا إما صديقة مقربة يا إما بنت خالك، مش من ناحية العم، لا من ناحية الأم. في خبر جاي لكم إن شاء الله أنتم مستنيين وفقدتوا الأمل إنه يوصل لكم. الخبر ده بيخص بيت، لان شوفوا هنا، استنوا هنا زي ما لو كان بيت هنا او بيت حداه قصاده، هنا كمان فيه بيت وهنا بيت وهنا بيت، ومن هنا فيه جبل. غالبا البعض منكم هيجيله ارث هو ما كانش مستنيه، او انتم كنتم بعلم بيه لكن فقدتم الامل على انكم تقدروا تتحصلوا عليه. ربنا هيجيب لكم انسان هيسهل لكم امور الاوراق دي المعلقة للحصول على هذا الارث. ده فنجانكم جميل، عندكم انفراج ان شاء الله. بس ردوا بالكم زي ما قلت لكم في الاول من الراجل ده مش كويس. هي صورة الست كمان اللي مش عارفة اذا واضحة ولا لأ، اهي عينها اهو الانف بتاعها اهو بقها اهو الذقن بتاعها، يعني على كده وشها كده بنشوفه كده على جنب مش قصاد كده اهي،
واهو شعرها طايح كده على عينيها. ردوا بالكم من الست دي. ده كل اللي شفناه في الفنجان. نمر دلوقتي للأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 60%، 80%، 50%. 100% برج الميزان، برج العذراء، وبرج القوس. الأبراج دي الأبراج القمرية اللي هي تابعة للأبراج الهوائية. 80% برج القمري الجد، الجد عفوا الحمل، برج القمري الأسد، برج القمري الجدي. 60% برج القمري الثور، برج القمري حوت، وبرج القمري عقرب. أما الأبراج اللي عندها برجها القمري من الأبراج الهوائية، برج الدلو، برج السرطان، وبرج الجوزاء، فالقراءة تنطبق عليكم 50%. اللي عاوز يحجز قراءة خاصة مدققة مفصلة مدفوعة الثمن مسبقا، ما عليه إلا التواصل بنا عبر الإيميل أو رابط الفيسبوك الموجود تحت في صندوق الوصف أو في الشات، دايما بيكتبوا لكم الأدمينات الروابط. إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو، أرجو أنه لقى إعجابكم، فما تخلوناش باللايك والشير والسبسكرايب وكمان تعليق جميل زيكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.